عندك مناسبة ومحتارة مش عارفة كنت تفصلي ولا تشتري جاهز طب الجاهز تمنه غالي الاتيلات كلها اسعارها عالية طب ولو تفصيل انا مش ضامنة النتيجة بتاعته هتطلع ازاي او اللي انا هفصل عندها او عنده هيديني النتيجة عاملة ازاي جبتلك حل وسط بقى بين الموضوع ده وبين الموضوع ده لو انت مترددة مش عارفة تتصرفي ازاي إيه انا كنت في مكان في العتبه وعجبني موديلاته جدا ما شاء الله والاسعار احلى واحلى كمان إيه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إيه اتمنى لو الفيديو اللي بيشاهد معانا الفيديو يحط لايك يا بنات لنا تعليق جميل كده إيه المكان ده فين المكان ده في العتبه اسعاره تحفه هما في كذا محل بصراحه انا صورت في واحد بس بس هما محلات كثيره إيه يعني هتلاقي عارضين فساتين وجنبها جزء كده سوري هيد. بس ما شاء الله يعني الخامه بتاعتها حلوه وموديلاتهم رقيقه والحاجه شكلها زي ما انتم شايفين كده زي ما قلت لكم انا صورت كام موديل الاسعار بقى مفاجاه بصراحه ربنا انا كانت بالنسبه لي مفاجاه على اسعار القماش اللي بنسمعها لقيت الاسعار بالنسبه لي كده حلوه قوي يعني هتلاقي الطقم بادئ من اول الفستان من 350 ل 550 يعني كان اعلى سعر انا سمعته في اشيخ موديل 550 الاسعار بدأ من 350 زي ما قلت لكم هتلاقي ب 400 450 وطبعا دي بتبقى اول كلمه هو بيقولها لك وهو بيبقى حاطط الرينج ان انت هتفصلي معايا ما فيش واحده بتدخل محل ما بتفصلش يعني خصوصا في العتبه فهتعملي حسابك اقل حاجه هتنزلي 50 جنيه مثلا 20 جنيه ستي 30 جنيه بشوفت مجموعه بنات بسم الله ما شاء الله بينقوا بي هما واصحابهم يعني بيدخلوا موديلين وثلاثه ففعلا فعلا نزلوهم فعلا في الاسعار قدامي فالموديلات دي شيك جدا ان انت بقى تحطوا لي طب اروح اتلي ايجاره ب 2000 وب 1500 ونص وب 500 و700 طب ما انا اشتري لو هو ايجاره حتى ب 500 جنيه طب ما انا اجيب موديل يبقى لي انا او ممكن حد في العيله الثانيه يستفاد منه وفي نفس سعر التاجير فاهمين الفكره ازاي لو انا محتاره برضو في التفصيل في ناس بتبقى عندها بتبقى خايفه من حته التفصيل يا ترى بعد ما اجيب القماش الموديل هيبقى عامل ازاي فانزلي اتفرجي هتلاقي دلوقتي سوريات كتيره في المحلات العاديه انا اتفاجئت في المحلات العاديه يعني